مسألة سهلة في منتهى السهولة. ما انت بقى ما بتستناش علشان وجدانيات وجود الله لحد ما تقول له يفهم، لازم ترعيشه من اول تكوينه. ساعة ما يجي يأكل وهو صغير كده يقول يا بسم الله اللي جاب لنا مش عارف ايه، يقول لك بسم الله مش عارف، يقول له الله هو انت عارف مين اللي عمل لك دي؟ طب مين اللي خبز الرغيف ده اسمه ايه؟ فين حته تعرفه؟ اهو بعيد عنك وجاب لك الخير دي. فمش كل واحد يعمل لك خدمه تكون هتشوفه. يبقى لازم في حاجات انت لما النور بينقطع بتعمل ايه؟ بيقول يقول بشوف مثلا المفاتيح، طب سليمه نشوف البتاع بتاع الشارع، طب سليمه نشوف الكوبانيه الكبيره. الله، اذا ففي حاجات بتعمل لك اعمال وهي غيب عنك لا تراها. فبعت اعلى قول لي مين اللي لما ما يبقى يكبر شويه نقول له مين اللي عمل المصباح ده؟ ان كانوا قالوا له في المدرسه ده ايدسون وعمل مش عارف ايه، نقول له دي انت عرفت تاريخ اللي عمل لك اللمبه دي اللي بتنحرق في كل قد كده وتتكسر وبعدين يعملوا لها صيانه وبتنور قد ايه؟ وبتنور مثلا كذا متر. طب اللي عمل الشمس ده بقى ايه؟ ايه ده شكله دي؟ حد قال لك ان تاريخ اللي عمل الشمس ده مين؟ قال لكن طلع واحد كده قال اللي عمل لكم الشمس ده ربنا، وبعدين ما ظهرش معارض، ما طلعش حد يقول لا هتبقى بتاعته ولا مش بتاعته، يبقى بتاعته خلاص. وما استناش انا لما يفهم، انا استناه بالمواجيد اللي ربيها فيه. المواجيد اللي ربيها فيه، اقول له مثلا التفاحه دي كلت باكل التفاحه دي، مين اللي جاب التفاحه دي؟ انت جبتها. طب انا جبتها منين؟ انا جبتها من الفكهاني، والفكهاني جابها منين؟ جابها مش عارف ايه، والغيط جابها منين؟ يبقى لازم حد اديها لنا كده، اقول اللي اديها لنا قال انا اللي جبت لكم، لحد ما يجي واحد يقول لا انا ده اللي جبت، نبقى نصدقه. ما حدش جه ابدا ولا استجر يقول